لكن مقاتلينا رعد زيدان وضياء حمارشي وأسعد الرفاعي وصبحي خمايسة الذين ضربوا العدو في عكر داره في قلب المستعمرات الصهيونية في فلسطين المحتلة عام 48 رفضوا قتل النساء والأطفال والشيوخ. هذه أخلاق المقاتلين والمقاومين من أبناء شعبنا الفلسطيني. اليوم شأن مقاتلين من كتائب شهداء الأقصى اليوم نقول لكل العالم ونقول لهذا الاحتلال أن المعركة مفتوحة ولن تتوقف، المعركة ستستمر. الاحتلال لا يفهم إلا لغة القوة، لا في مفاوضات ولا في سلام. اليوم اللغة هي لغة المقاومة، يجب أن يكون الدم مقابل الدم، والاحتلال يواجه شعبنا الفلسطيني بكل أنواع الأسلحة المتسلحة بالأسلحة أمريكية وغربية، ويحق لشعبنا الفلسطيني أن يستخدم كل أدوات المقاومة البندقية مقابل البندقية. نحن على ثقة كاملة بأننا سننتصر لهذه الدماء الزكية الطاهرة.